ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 11 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 20 يناير ل 30 يناير. في الوقت الحالي انت بتعمل بصورة كويسة جدا من خلال الفريق، وانت هتبقى مستمتع بده بشكل كبير. هتحافظ على بيئتك العامل النهاردة اللي هتبقى خلاقة، ودي لان كل منكم النهاردة بيحقق اهدافه الشخصية بشكل اسرع لو تكاتفتوا مع بعض. حتى في حياتكم الشخصية هتشعروا براحة أكتر في مجموعة عن ما إنكم كنتوا لوحدكم. ده طبعا هيساعدك الشعور ده في إنك تتقدم في حياتك العاطفية وتستمتع ببعض الرومانسية اللي ممكن تبقى في حياتك. توقعات العشرية التانية مواليد 31 يناير ل 9 فبراير. انت النهاردة هتبقى متفق مع ذاتك بشكل كبير وبشكل كامل. هتشعر بتناغم كبير وتام في شغلك وفي حياتك الشخصية، حتى هيكون بيأثر ده على كل الأشخاص اللي حواليك. هيبقى في توازن حلو جدا وصحي جدا بين انك تاخد وتدي. هتحاول انك تحافظ على هدوءك الداخلي ده، وهتستخدم الوقت ده علشان تعمل اعدادات لأوقات هتبقى فيها أقل إيجابية من النهاردة. توقعات العشرية الثالثة مواليد 10 فبراير ل 18 فبراير. اليوم ممكن انك تشتغل بشكل بناء اكتر من خلال الفريق، وده طبعا بيعني انك هتعرف تطبق اصعب الافكار في اليوم ده، وهتلاقي منها دعم كبير جدا بشكل خاص من خلال الشغل. وكذلك حياتك الشخصية هتظهر حبك لكل الاشخاص اللي حواليك بهدف انك تقوي العلاقة ما بينكم، وهتقابل يومك ده بحب حياتك وهتفتح عينيك بشكل كويس عليه.